البنك المركزي الأوروبي بادر منذ تسلم الإيطالي ماريو دراغي رئاسته باتخاذ قرار ينص على شراء سندات حكومية بشكل غير محدود، الأمر الذي جاء في إطار آليات معالجة أزمة الديون في منطقة اليورو. صحيح أن الخطة نجحت في تهدئة الأسواق بعد أن أعلن عنها دراغي في سبتمبر عام 2012، لكن المحكمة الدستورية الألمانية العليا قالت في بيان صحفي إنها تخالف القوانين الأوروبية. هناك أسباب مقنعة تؤكد أن القرار يمنح البنك سلطات تتجاوز صلاحياته على صعيد السياسة المالية، الأمر الذي يمس بصلاحيات الدول الأعضاء في منطقة اليورو ويخالف قوانين التمويل النقدي للميزانيات. بكلمات أخرى، تعترض المحكمة الدستورية الألمانية العليا على أن القرار يفتح الباب أمام قيام دول غنية بتمويل أخرى فقيرة، وذلك دون قدرة البرلمان الألماني على التدخل. قبل اتخاذ حكم في القضية، ارتأت المحكمة الألمانية نقل هذا الملف إلى المحكمة الأوروبية العليا للتشاور. أما البنك المركزي الأوروبي فقد أعلن باغتضاب أنه يتصرف في حدود صلاحياته، مؤكداً على أن لا ذنب له فيما حدث.